ايوه ايوه عليكي، ايوه عليكي يا عزه. ما انت عارفه، انت عارفه ان انت قليله البخت والدنيا ملطشه معاكي. نعمله كده ليه؟ نتصل عليه ليه؟ ها؟ ما هي باينه، دول لقوا الحشيش في بيتها، يعني هما ممكن يطلعوا منها، انما هي لا. هي مين دي؟ قليله البخت يا اخوي. خد خد المحمول بتاعك. بقول لك ايه؟ اوعاك اوعاك لو حد اتصل عليك تقول له اي حاجه عني، اني مش ناقصه، كفايه اللي اني فيه. ما تخافيش، ما انت اللي فيكي مكفيكي. استر يا اللي بتستر، وريني كده مين اللي بيتكلم، يمكن يكون الجدع اللي كنت بتكلم معاه. هو هو. قولي رايك، ارد عليه؟ يمكن يكون حمو ماشيه من جنبه وبيكلمني. ارد؟ ما هو لا لا لا، مش هرد مش هرد، الحرص واجب. اقفل تليفونك يا عسليه، وفر وفر. كل ده بيحققه مع عمر، امال هيقعدوا معاكي قد ايه؟ هو انت كده يعني بتطمني؟ المحامي بيقول لي انه لو اتسالتي اي سؤال تنكري، تقولي معرفش، اوكي؟ لا مش اوكي، اني احسن حاجه ما نتكلموش خالص. لا لازم تتكلمي عشان يعرف انك مريضه ويكتب ده في المحضر، واكيد عمر قال له كده.